بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. راح نكمل اليوم درس الـ FTP. أوكي، تكلمت بالدرس اللي راح عن الـ FTP وكيف طريقة تفعيله. تمام، اليوم بتكلم بشكل مخصص. طبعا الدرس اللي راح الرابط حقه تحت، درس اليوم ممكن ما تمشي به إذا ما تابعت الدرس اللي راح. طيب اليوم شو راح نسوي؟ راح نخصص الدخول للمستخدمين. بالدرس اللي راح كان الدخول عام، يعني أي شخص يقدر يدخل. تمام، او بالاصح الشخص اللي معه تصريح يقدر يدخل ويشوف كل شيء. اليوم راح نسوي ايش؟ راح نسوي اللي هو اللي يسمى تشينج روت جيل. تمام، اللي هو سجن للمستخدم، بحيث المستخدم هذا الروت الخاص به يكون المجلد اللي انت سويته له بنظامك، مجلد الهوم الخاص به على السيرفر، غير كذا ما يقدر يشوفه. وهذا هو المطلوب، ان كل مستخدم يكون له مجلد معين ما يطلع المجلد هذا. اوكي، شغله ثانيه لازم نفهم انه الاي بيات اللي احنا قاعدين نسويها، تمام، او اللي احنا قاعدين نستخدم اي بيات محليه. يعني في شخص سال امس، او امس طبعا امس الدرس، تمام، انه بس اعطي شخص الاي بي يدخل. لا طبعا، لانك لو اعطيت شخص معين الاي بي هذا اللي هو يبدا ب 192، تمام، 168 واحد ورقم، احيانا يختلف يعني حاجات بسيطه، لكن لما تعطيه الرقم هذا يدخل عليه، راح يدخل على شبكته المحليه. الاي بي هذا اللي يبدا ب 192 هذا هو الاي بي حق الشبكه المحليه. تمام، وفي عندك اي بي ثاني اللي هو 10.0.0، تمام، ممكن يكون 10.0.1 ايا كان. تمام، هذه الاي بيات محليه. اذا انت بي اي بي عالمي، بحيث انه والله اي شخص بالعالم ممكن يدخل على جهازك، طبعا هذا خطر. تمام، ما عليك الا انك تسوي سيرفر بشكل كامل، بحيث ان اطار تسوي لك دي ان اس وتربط دي ان اس بالاي بي. قصه، تمام، لكن بالنهايه ما له داعي تسوي الحركه هذه لان عليه خطر. الافضل انك تشارك ملفاتك مع العالم عن طريق مواقع مزامنه زي كلاود اون كلاود، دروب بوكس، شغلات زي هذه. تمام، اوكي، خلونا نبدا بدرس اليوم. قبل ما نبدا جيب لك حاجه تمخمخ راسك، شاهي مثلا. اوكي، نصغر هذه شوي. اوكي، ونحطها فوق الجميع علشان ما تروح. كيب اوف اليس. طيب اليوم توصلت الى نتيجه، النتيجه هذه راح نوصل لها مع بعض. اوكي، طبعا زي ما انتم عارفين انه عندنا ملف اللي هو الاعدادات هذا. تمام، طبعا راح تدخله باي محرر نصوص. اوكي، انا استخدم سودو نانو. اوكي، استخدم نانو اي تي سي فيري سكيور اف تي بي دوت كونف. اوكي، هذا نعطيها الباسورد. تمام، طبعا هذا مليان حاجات كثيره، انا حطيت هذول كلهم مع بعض، طبعا محطوطات بالوصف حق الفيديو، موجود نفس الكلام هذا. لكن هذه هي الاشياء اللي انت تحتاجها علشان تسوي التصاريح اللي اشتغل عليها اليوم. طبعا قعدت اكثر من ساعه ونص تقريبا او ساعتين وانا احاول اني استكشف ايش الخطا اللي موجود، وصار في تقريبا يعني نسخه ما بوجع روسكم، بس بالنهايه انه طلع عندنا مشكله بسيطه راح نشوفها الحين ايش موضوعها. طيب تحتاج تسوي الاسطر التالي، الاول اللي هو انونيموس انيبل، طبعا ترفض دخول اي شخص غير مصرح له، لازم يكون له اسم مستخدم وكلمه مرور. لوكال انيبل، طبعا تحط عليها مصح بحيث انك تسمح للمستخدمين انهم يدخلون، المستخدمين المحليين. اوكي، اللي احنا سويناهم بالدرس اللي راح. رايت انيبل، طبعا تسمح بالكتابه. لوكال ماسك، هذا طبعا هو الشيء اللي متوقع يكون من مستخدمين الاف تي بي، انه يكون اللوكال ماسك عباره عن 0.2.2، الافتراضي هو 0.7.7، لكن اذا حطيت بالشكل هذا هو راح يغير له 0.2.2. تمام، ما تعرف ايش قاعد تتكلم عنه، عادي طنش. اهم شيء اذا تبي تسوي هذا 0.2.2 هو الافضل. تمام، اذا بتخلي الافتراضي اللي هو 0.7.7. اوكي، او 7.7 طيب. طبعا هذه مجرد لللوج اتركها. تمام، كونكت فروم بورت، طبعا هذه اللي تحطها ناو. ليش؟ لان هذه حسب ما قريت انه تسبب لك مشاكل باللي هي بالتصاريح للدخول. الان الايدل سيشن اللي هي اذا كانت الجلسه خامله، وشرحناها بالدرس اللي راح، هذا هو اللي يهمك. تشينج روت لوكال يوزر، تستخدم اذا دخل راح نقفل عليه. تمام، تحط هذه يس. طبعا لسن افتراضيه متروكه يس. الاو رايتبل تشينج روت لازم تحطها يس. تمام، وهذه هي الاشكاليه، انه الملف اساسا افتراضيا ما فيه الخاصيه هذه، لذلك يفترض انك تكتب الخاصيه هذه بشكل يدوي اللي هي الاو رايتبل تشينج روت وتحطها يس. طبعا في عندنا بالنهايه اللي هي يوزر ليست. تمام، اليوزر ليست عباره عن مستخدمين معينين راح تحطهم في ملف، بحيث انه يكون المستخدمين هذول هم المصرح لهم بالدخول. تمام، فراح تحط اللي هو الدخول هذا بالشكل هذا. اليوزر ليست فايل اللي هو الملف اللي راح تكون فيه لسته او قائمه بالمستخدمين، هذا راح يكون هنا اي تي سي فيري سكيور اف تي بي دوت يوزر ليست. طبعا تقدر تسمي لي تابي، لكن انا سميت دوت يوزر ليست اللي هو افتراضي. تمام، هذا هو الاسم. في النهايه اللي هو يوزر ليست ديناي، طبعا حطيت نو بحيث انه تكون هل هي قائمه بالحجب او لا، حط نو. اوكي، طيب الان اتضحت الفكره، هذا هو التخصيص الاول راح تسويه. طيب التخصيص الثاني هو انك تبدا بانشاء مستخدم جديد. طيب نطلع من هذا.
اوكي. طبعا الخروج من هناك اذا سويت اعدادات كنترول اكس بعدين تحط حرف واي بعدين مط انتر عشان يحفظ. طيب كيف نسوي مستخدم جديد؟ طبعا لازم يكون عندك مستخدم روت، تطلع عن طريق الاس يو، تسوي مستخدم جديد عن طريق الامر يوزر اد. اوكي يوزر اد. الان راح تسوي حاجات بسيطه. اولا وين المجلد الخاص بالمستخدم؟ طبعا بما انه راح تحط مستخدم اف تي بي تمام، راح تحط له مجلد معين. يفترض ان نبدا بانشاء المجلد قبل، انا اخطيت معليش. ميك دير هوم وبعدين نسميه مثلا اف تي بي يوزر. اوكي مثلا اف تي بي يوزر 1، سوينا مجلد جديد. الان نروح نغير تصريحات المجلد انه يكون المالك له هو الاف تي بي يوزر. طبعا ما نقدر نسويه الحين، بعد شوي راح نسويه. يوزر اد، نضيف مستخدم جديد ناقص دي اللي هي دايركتوري الخاص بالمجلد تمام، ثم نكتب اللي هو هوم اف تي بي يوزر تمام 1. اوكي ثم نروح لم الشل. انتبه اذا حطيت مستخدم ومعه باسورد ممكن ادخل عن طريق الاس اس اتش، لذلك انت يفترض ان الشل حقه تضيعه. اوكي فتحط له شل نو لوجن اللي هو بن اس بن نو لوجن. اوكي بالشكل هذا. ثم تسوي اسم المستخدم اللي هو سميناه احنا FTP user 1. اوكي انتر. الان اضفنا المستخدم الجديد. النقطه الثانيه هي انه نضيف باسورد المستخدم، تكتب باسورد FTP user 1 انتر، حط له باسورد، راح احط رقم 1 تمام. اوكي خلصنا من الباسورد. النقطه الثالثه هي انه الان نغير تصريحات المجلدات. احنا اعطينا مجلد لكن هو غير مالك للمجلد هذا، لذلك راح اكتب make their change owner change on ناقص r عشان يكون كل حاجة. بعدين تكتب اسم المستخدم ftp user تمام 1 ثم home ftp user 1 enter. خلصنا من هذه. النقطة الثانية لازم تغير تصريحات المجلد إلى تصريحات مناسبة تمام، نظرا لأنه في إشكالية معينة. احنا راح نسوي تصريح هذا change mode 775 تمام على home ftp user، أو أحسن نحط change mode تمام A ناقص W home FTP user. اوكي احنا بالشكل هذا حلينا اشكالية الدخول. ايش تبقى الحين يا ربي؟ اوكي احنا سوينا نو لوجن هذا اللي هو الاسبن تمام، هذا غير موجود بالشل افتراضيا، لذلك افترض انك تكتب نانو ETC shells، تدخل الشلز تمام وتضيفه هنا اذا كان غير موجود. طبعا هو غير موجود، ممكن يكون عندك اكثر من شل، بس انت لازم تكتب المسار اللي احنا كتبناه قبل شوي اللي هو user bin no login هنا. طيب سكر هذه، سوينا مستخدم، سوينا الكونفيجريشن كامل، وسوينا اللي هو تصريح دخول للمستخدم. راح الحين ننتقل الى التوزيعه الثانيه او النظام الكمبيوتر الثاني ونجرب. طبعا نفترض التجارب تسوي عن طريق الاف تي بي، ليش؟ لانه اسرع بالدخول والخروج. وايضا في بعض التوزيعات احيانا تدخل وما تقدر تطلعك عشان تجرب مره ثانيه. اكتب اف تي بي ثم دخل الباسورد، عفوا الاي بي حقك. الاي بي حقك تقدر تحصل عليه عن طريق كتابه اف كونفيج. اوكي اف كونفيج انتر، راح يعطيك الاي بي حقك، هذا الاي بي اللي نحتاجه. اوكي على حسب اذا كنت متصل والله من الوايرلس او غيره راح يطلع لك الاي بي. طبعا الاي بي حافظ عن ظهر قلب 192.168.1.134 انتر. راح يقول لك اكتب اسم المستخدم، سميناه اف تي بي يوزر 1 انتر، ادخل باسورد انتر. اوكي الان كتب لك لوجن سكسسفول. اوكي طيب الاس عشان تشوف ايش المجلدات الموجوده عندك حاليا. عشان تختبر هل انت تصريحك مزبوط ولا لا، اكتب سي دي روت بالشكل هذا. اوكي ما مسوي الاس، اذا ما ظهر لك الروت حق النظام معناته امورك طيبه تمام. هذا يعني ان الروت الخاص بك هو الروت حق المجلد. كيف نفحص الموضوع هذا؟ ببساطه افتح مدير الملفات الخاص بتوزيعتك تمام اللي هي السيرفر تمام، ثم ادخل على اللي هو روت، بعدين ادخل على من هوم، هذا هوم تمام، ثم ادخل اف تي بي يوزر تمام. اف تي بي يوزر الان فاضي. طيب خلينا نجرب من هناك. انا داخل هناك بالاف تي بي، راح اكتب مثلا ام كي داير تيست انتر. قال لك كرييت فيلد. اوكي ما دام فيلد معناته عندك مشكله تصاريح. كيف تحل مشكله التصاريح انك اذا ما قدرت تسوي؟ طبعا راح نسوي ال اس، لحظه شوي كان الطرفيه كبير شوي. ال اس مره ثانيه. طيب ميك داير تيست. اوكي طيب اذا كان عندك مشكله بالدخول زي ما انت شايف هنا، معناته انه في عندك مشكله من ثنتين، يعني عندك مشكله بالتصريح يعني عندك مشكله بالتصريح. طيب خلينا نراجع التصريح مره ثانيه، نروح نشوف التصريحات اللي احنا سويناه.
خطوات اللي مشينا بها احنا كالتاليه. اول شيء سوينا مجلد، طيب حطينا باسورد اوكي، وبعدين كانه في شيء ناقص يا ولدي، لا لا تمام، وبعدين غيرنا اللي هو المالك اللي تبي يوزر، وبعدين حطينا اي دبليو اوكي. قد تكون الاشكاليه من الاي دبليو لاني انا شلت شغله معينه. طيب كيف نتاكد من التصريح؟ نكتب ال اس ال هوم اف تي بي يوزر اوكي. افا شو بدا اوكي اف تي بي يوزر تصريحاته غلط. طيب خلنا نجرب نغير التصريحات الى تشينج مود 775 هوم اف تي بي يوزر انتر تمام. سجل خروج من هناك وندخل مره ثانيه نجرب اكزيت. نكتب اف تي بي يوزر 1 باسورد ماك داير تيست اوكي. الان ضبط الموضوع. كان عندك مشكله بالتصريح انه كانت انا غيرت تصريح الاي دبليو توقعت انه مزبوط لكن طلع خطا. طيب الان احنا سوينا مجلد جديد. لو دخلنا هنا راح تلاحظ انه هذا هو المجلد ظهر عندك هنا بشكل دايناميك. حط الملف هنا سو كيف وضع هذا رزق تجرب والله. مثلا ميك ايش قاعد يسوي ذا؟ ما اشوف شيء صراحه. طيب نكتب ميك داير تيست 2 انتر اوكي طلع تيست 2. الان خلينا نجرب ندخل عن طريق مدير الملفات العادي. اوكي طبعا الدخول زي ما قلت لكم كنترول ال ثم اكتب هنا اف تي بي او عن طريق المسار اف تي بي ثم حط شرطتين وحط اللي هو 192.168.1.134 انتر. راح يطلبك الباسورد حط يو اف تي بي يوزر 1 ثم ادخل الباسورد حقك. راح يوديك تلقائيه مباشره الى المنطقه الخاصه بالمشاركه. طيب خطوة أخيرة علشان نوضح هذه ما يكون في أسئلة. إذا حاب نكون مشاركة عامة واحدة من ثنتين، أما أنك تخلى عن درس اليوم يكون الشخص أي شخص يقدر يدخل، أو أنك تعطي الباسورد هذا الجميع المستخدمين يكون بينكم مجلد مثل هذا يكون فيه مشاركة. انتهى درس اليوم، نشوفكم إن شاء الله في درس قادم وفي أمان الله.